السلام عليكم البنات، نتمنى لكم تكونوا بألف خير. اليوم بغيت نشارك معكم الطاجين ديالي، طاجين بالخضر كما تيبان لكم، وبالدجاج. ديرها بالدجاج، اللي باغي يديروا باللحم يديروا باللحم. بسم الله نتوكل على الله. حطيت الدجاج كما تيبان لكم، المقدار اللي على حساب عدد الاسره ديالكم. محتاجين لقمه ديالنا، التوابل ديالنا. عندنا سكنجبير، كتعرفوا البنات مع الدجاج كنبغوا نديروا معلقه صغيره ديال السكنجبير. الخرقوم البلدي، الابزار نص معلقه ديال الابزار، ما كنبغيش نكثر منها. كيبان لكم الضغمه ديال الزعفران، او الزعفران الا كان الزعفران حر من الاحسن متوفر. هنايا المروزيه ديال الدجاج، هنا شويه الكمون، غسل المعلقه ديال الكمون. هنا القزبر، القزبر مطحون، قزبر حبوب اللي طاحنينو. هنايا عندنا الملحه، الملحه على حساب الذوق. عندنا القزبر والمعدنوس، كتعرفوا البنات مع الدجاج كنكثروا المعدنوس على القزبر. ها هما يا كما تيبان لكم قطعه. ثوما، ثلاثه الفصوص ديال الثومه محكوكين، من طبيعه الحال الهريسه. عزيز علي تا الزيتون بالعظم بحال هكا، الزيتون كيجي زوين. هنايا اللب ديال الحامض مصير كما تيبان لكم، ها هو اللب ديال الحامض مصير. هنايا البصله اللي عاد نفرشوها. بالنسبه للخضر اللي دايره هنايا، دايره بطاطا. كنفضل انا البطاطا اللي تكون صغيره كما تتبان لكم، هاد البطاطا صغيره تجي بنينه. البطاطا حلوه عزيزه عليا في الطاجين. خيزو، المهم ديروا الخضر اللي تعجبكم في الطاجين ديالكم. بسم الله. عاد نرقدو الدجاج في الاقامه هو الاول. هذه هي الطريقه ديالي اللي كنستعمل في الطاجين ديالي. كل واحد راه لكم الاختيار، كل واحد وكيفاش كيدير الطاجين ديالو، كيفاش كينصبو. انا كنصبو بهذه الطريقه. عاد ندير الاقامه ديالنا كامله بحال هكا. عاد ناخذ كاس ديال الماء. خديت كاس ديال الماء البنات كما تيبان لكم، باش عاد نرقد هادشي، نرقد الدجاج ديالنا. عاد نضيف ليه الثومه، الثومه المحكوكه هي هادي. عاد نضيف شويه الهريسه كما تتبان لكم، ها هي. هاد الحامض مصير اللي غير اللب ديالو هو هذا، تنديرو معاه تيجي البنات تيجي غزال بهذه الطريقه. لو عاد نرقدو بهاد الاقامه، نشرملو بالقامة ديالو بحال هكا. تحية للأخوات اللي باغين، اللي طلبوا مني بأني ندير ليهم الطاجين على الطريقة ديالي. عجبهم هذاك لي شورت اللي كنديرها لكم قبل ديال الطاجين بالخضرة، وقال لك علاش لا ما ديريش لينا. وقلت أنايا اليوم نشاركو معاكم، نشحروا هاد الدجاج ديالنا كله، نشرملوه بهاد الاقامه، ندخلوا فيه الاقامه. كتجي طريقه زوينه، كتجي لذيذه بحال هكا. نزيد شويه الحار، زيت واحد شويه الحار، بان ولادي كيحمق عليه. واللي ما تيبغيش الهريسه ما يديرهاش، راه ماشي اوبليغاتوار. لي ما تيبغيهاش ما يديرهاش. انا ولادي تيحمقوا عليا، تنعز عليا شويه تكون هذاك البنه، يا ما تيجيش حار. راه مجرد اللذه ديال الهريسه، اللذه ديال الهريسه تتجي زوينه. ناخذوا الطاجين ديالنا، نقدموا لكم هنا كما تيبان لكم البنات. شديت البصله بحال هكا، هاد النص نسيت ما قطعتوش، بركه غير هادي بركه. درت جوج بصلات قطعتهم بحال هكا، قطعتهم شرائح رقيقه، هما اللي عاد نفرش بهم الطاجين من الاول. من بعد عاد نديرو الدجاج ديالنا. راه نقولش لكم واحد الريحه ديال الاقامه، راه ما شاء الله. انت كتصور لي تقول لي الله ماما ريحتها زوينه. عاد ناخذ خيزو، نقادو الحسات الزين، كل واحد يدير اللي بغى. الطاجين ديالنا المغربي راه يعلى عليه،
ما شاء الله، اي اخت ما شاء الله كدي الطريقه ديالها، وانا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. كيجي زوين، نحاول باش نديرو تحت من الدجاج ديالنا باش ما ي... انا نقص عليه البوطه باش ما يتحرقش لينا من التحت، كما بالخصوص لا طيبتو على الفاخر ثاني. راه شي حاجه اخرى، راه تما كتعرفوا هنايا عندنا حنايا فرنسا راه انتيغدي باش تدير الفاخر، دي الفخر في الدار. ايوا حنا كنديرو غير البوطه، كنستعملو البوطه وكنقص البوطه كنديرو على المهل بحال هكا. ناخذ البطاطا ديالي، انا دائما عز عليا بطاطا صغيره في الطاجين، كتجي بنينه كتجي زوينه احسن من هذيك البطاطا كبيره. هكذا نقاد فيه بحال هكا بحال هكا، عاد نبقاو تنقادو قادو الطاجين ديالنا بحال هكا. وتسمح ليا الاخت لي تتوهم، تسمح ليا، نتمنى لكم الصحه والعافيه، كل وحده عندها خيرها وعندها رزقها في دارها، غير كنبغيو نشاركو مع بعضياتنا، كل وحده الطريقه ديالها، كل وحده والاستعمالات ديالو شنو تيدير. كما تيبان لكم البنات انا درت بطاطا حلوه هنا، عاد ندير الزيتون نفرقه في الطاجين ديالنا. راه ما نعاودش لكم هاد الطاجين، راه كيجي غزال كيجي كيشهي زوين. ومن بعد عاد ندير القزبر ومعدنوس بحال هكا من الفوق باش كيبقى عطينا الذوق ديالو من الفوق باش ما يتحرقش لينا، الا درنا لتحت عاد يتحرق لينا كيتمشي المفعوليه ديالو، و تيعطي حتى اللون زوين. لا معايا في الراي كيعطي حتى اللون زوين بحال هكا، وكيبقى عاطي الفعاليه ديال القزبر والمعدنوس. من بعد البنات كنشد هاد اليقامه اللي بقات ليا، هي اللي كنديرها من الفوق كما تيبان لكم هكذا كنديرها، وعاد نزيد واحد كاس ديال الماء ونديرو من الفوق ونديرو على بوطه مهيله. بحال هكا غادا نخوي هاد كاس ديال الماء في هاد اليقامه اللي باقا ليا، راه هاد الماء اللي عاد ندير غادا نخليه على بوطه مهيله، نجي في الجنب ونخويه، ما نخويش فوق الدجاج باش ما تحيش هي منو اليقامه. صافي عاد نخليه بحال هكا، نقص البوطه باش يطيب على المهل وكيجي بنين البنات. ما نعاودش لكم كي تيجي، تيجي غزال ما شاء الله. ايوا نتمنى تعجبكم الطريقه ديالتي في الطاجين، وليت شهات سمح ليا، مرحبا والف مرحبا، نتمنى لكم الخير ان شاء الله يا رب العالمين، الله يسهل علينا ويسهل عليكم في الخير. كما تيبان لكم البنات انا يا درت على البوطه ونقصها، درتها ناقصه، انا نوريكم البوطه كيفاش عندي انا، شفتوا ناقصه تتكون مهيله البوطه، وديروا عليه تيساه وسيروا هذيك الساعات تقدوا الشغالات ديالكم وكتخليوه يطيب يطيب على المهل تيجي بنين. ما الطاجين ما كيبغيش البوطه تجهدي فيها، ولا كان الفاخر كما قلت لكم قبل راه شي حاجه اخرى ما نهضروش. ايوا بالصحه والراحه، نتمنى لكم خير ان شاء الله. ومن بعد البنات ما قلت لكم شعلت عليه البوطه مهيله وخليته، باقي ما غلاش كما تيبان لكم، راه مازال ما غلاش. شوفوا الماء راه درت غير هذاك الكاس ديال الماء وهذاك الماء اللي كنديرها مع اليقامه ديالنا باش حرنا باش درنا الدجاج. انا عاد نزيد البنات نص كاس ديال زيت الزيتون كما تيبان لكم، انا ما كنديرش فيه الزيت النباتي، واللي باغي يدير الزيت النباتي يديرو، كنبحال بحال هكا نص كاس ديال زيت الزيتون وكنخليه يطيب، عاد نغطي عليه ونخليه يطيب. سمحوا لي ما بينش لكم بان الزيت حطيته في المقادير الاولى،
استسمح حطيته وكنت بعد عليا. ايوه هو هذا الطاجين ديالنا هو هذا. ايوه قولوا لي كي جاكم هذا الطاجين، هانتو كيفاش يبان لكم. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم الصحه، والله يوفقنا ويوفقكم على الخير. عشان طالع من واحد ريحه زوينه، هذا باقي مازال ما بداش يغلى، ولكن طالع من واحد الرائحه غزاله من عادش ليكم، واحد الريحه غزاله تبارك الله مع داك التوابل اللي درت، كتجي زوينه والحامض مصير. ايوا هو هذا الطاجين ديالنا بزيت الزيتون، صحي وطبيعي، وتاكلوا شي حاجه اللي زوينه هي بالصحه والراحه. بقاو معايا تنكمل لكم ان شاء الله فاش يطيب ونوريكم الطبق النهائي. هانتو البنات كما تيبان لكم هنايا من بعد تيطيب تبارك الله، راه واحد الريحه خارجه منه غزاله ما سنعاودش لكم. وشوفوا المرقه اللي طلق مع البصله، مع البصله وكاس ونص ديال الماء تقريبا، كاس ونص ديال الماء اللي ضفت ليه. ها هو يا كما تيبان لكم، شوفوا مريقته مع داك زيت الزيتون تقريبا هذاك نص كاس اللي درت، وعاد ضفت واحد شويه عزيز عليا مع زيت الزيتون تيجي زوين. كل واحد يدير اللي بغى، اللي بغى يدير النباتي يدير الزيت النباتي. درت واحد شويه تقريبا عاد يكون شي كاس لاروب بالكاس ديال العنبه تقريبا ديال زيت الزيتون اللي درت. وهذا شو المريقه ديالو كي دايره، كيفاش تتبان لكم البنات مريقته؟ ها هي مريقته كتتبان. وهذا كما تيبان لكم البنات، شوفوا الطاجين ديالنا. ها هو الطاجين ديالنا، حيت مع كنطيبو غير بشويه البطء ميله. ها هو لاصوص ديالو بدا تيشرب، انا عزيز عليا الطاجين اللي مشرب. شوف المريقه ديالو كما تتبان لكم، كنقرب الكاميرا لهداك شوف كي تيبان لكم ما شاء الله. ها هو هذا الطاجين ديالنا، شوف المريقه ديالو كي دايره، راه واحد الريحه عاطيه في الدار ما نعاودش لكم. والله قاسم ولادي تيقول لك ماما عرفتي هاد الريحه ديال الطاجين راه غزاله شهيتينا فيه، ينسى عاد نتغداو. ايوا بالصحه والراحه، نتمنى ان شاء الله يا ربي الله يوفقنا ويوفقكم على الخير. ها هو البنات الطاجين ديالنا هو هذا، من بعد ما نخليه يتشرب مزيان، انا عزيز عليا مشرب. شوفوا كما قلت لكم الاقامه والربيع كيف تيبقى، تيبقى زوين. القزبر والمعدنوس واش كديرو من الفوق كيبقى زوين، كيعطي لوكو ديالو ما تتحرك ما والو. ايوا هو هذا الطاجين ديالنا مع هذا البرد ومع هذا الجو، هذه هي الطاجين. والله راه عرفتي راه الطاجين راه صحي بزاف. كنبغوا لوليداتنا نديروا ليهم الخضره، وكنبغوا نديروا ليهم الطويجين مره مره باش ننوعوا ليهم، بخصوص الويكاند، الويكاند ضروري من الطاجين. ايوا هذا هو الطاجين ديالنا كما تيبان لكم البنات، من بعد ما طاب الطاجين ديالنا هو هذا. هانتو كيشرب، نتمنى ان شاء الله البخار ما يغطيش ليا. شو المرقه ديالته هي هذه خاطره وكتتبان لكم، مرقته جات غزاله واحد الرائحه ما نعاودش لكم. هيا نقرب لكم التصوير. هو هذا الله كتفايت عليه البوطه مازال تيغلي. هو هذا الطاجين ديالنا هو هذا، ورافقته من طبيعه الحال بالخبز ديالنا ديال القمح كما العاده، راه شاركته معكم قبل في الفيديو السابق. وهذا الخبز ديالنا ديال القمح، كنديرو خبزات صغار باش ما يكونش فيهم الضياع، وتيبقاو عندنا الا بغينا نديرهم حتى نحتفظو بهم بالكونجيلاتور تيبقاو بحال هكا صغار تيبقاو زوينين. ايوا البنات هو هذا الطاجين ديالنا، نتمنى لكم الصحه والعافيه
ما تنسونيش من لايك وابوني، ولي اول مره كيشارك معايا يضغط على الجرس باش يوصل الجديد. راه في واحد ريحه البنات ما نعاودش لكم، عاد نبقى نقولها لكم، راه في واحد ريحه كتشهي، معناتها انا جاني الجوع دابا. عرفتي راه مع هذا الجو ما كيليق لي غير الطاجين، الطاجين المغربي المحض. وتحيه للاخوان، اخوان والاخوات كاع الدول العربيه، نتمنى لكم الخير والصحه والعافيه. نتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، يروق الاعجاب ديالكم ان شاء الله يا رب العالمين. وما تنسانيش من الكومونتير زوينين البنات، انا كنقرب لكم الصوره باش تبان لكم المرقه ديالتو كيف جات خاطره. شو ما شاء الله جات زوينه ما شاء الله. مع السلامه، نتمنى لكم الخير، الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله. Tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka.